ثلاث سنوات مرت على انطلاق الثورة الشعبية في البحرين، لم يفتأ فيها البحرانيون في التعبير عن رفضهم بقاء النظام الذي يرون بأنه فقد شرعية الحكم وأن لا خيار له سوى الرحيل. عوائل الشهداء وآلاف المعتقلين والمعذبين والمفصولين أكدوا مطالبتهم بالقصاص من المعتدين بلا استثناء، ابتداء من رأس نظام الحكم حمد عيسى الخليفة وولي عهده ورئيس وزرائه. الناشط البارز ومسؤول الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة اشترط تحقق الاستقرار بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، غير أن عجز المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق شعب البحرين وحمايته دفع العديد من الحركات الثورية إلى تبني أخذ القصاص بيدها، وتوعدت بتوجيه ضربات موجعة للنظام والعائلة الحاكمة انتقاما للحرائر وإهانة المقدسات والرموز. ميدانيا استمرت التظاهرات التضامنية مع الرموز الثورية المعتقلة، وبالخصوص الرمز البارز وأمين عام حركة حق الأستاذ حسن المشيمع الذي أكدت عائلته تردي حالته الصحية بسبب منعه من العلاج. العاصمة المنامة وبلدات سترة والعكر والمعامير وتوبلي وغيرها شهدت البارحة تظاهرات واسعة تحت شعار قادة العزة، وقد اعتدت قوات النظام على التظاهرات وقمعتها بالرصاص الانشطاري، كما أغرقت المناطق السكنية بالغازات السامة والخانقة.